السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عمل مع غرفة وراتب يصل إلى 2200 أورو، فرصة لا ينبغي تفوتها. بلا ما نطول عليكم ندخلوا في التفاصيل. المهم كما سمعتوا الإخوان، يعني بشرة سارة لكل من يبحث عن عمل، غرفة وإقامة مجانية وراتب قدر يوصل حتى 2200 أورو. يعني هذا هو الخبر اللي شفته، خبر مفرح تنظن للجميع. كما تنص المادة كما تعرفوا إيطاليا هي واحد البلد، الدستور ديالها تنص على أنه إيطاليا جمهورية ديمقراطية تقوم على العمل ببساطة اللابور. بطبيعة الحال كل شيء دابا غادي يبغي يعرف يعني بالتفصيل يعني المسألة هذه ديال هذا العمل اللي غادي يقدر يوصل، يعني المبالغ الرواتب يعني غادي تتراوح ما بين 900 أورو حتى 2200 أورو. ماشي كل شيء 2200 أورو، غتبدأ من 900، يعني على حسب مستويات، على حسب تجربة ديال كل واحد في هذا المجال اللي هو مجال ديال السياحة. المهم هي شركة متخصصة في هذا الشيء ديال السياحة منذ سنة 1994. المكاتب ديالها تتوجد في باري وكاتانيا وروما وميلانو، المهم هادو هما المدن اللي موجودة فيهم دابا حاليا هذه الشركة. والإنسان ممكن في المكان يعني متواجد بإيطاليا ممكن أنه يعني يتراسل معهم ويتكاتب معهم. غادي نخلي لكم يعني فين كيفاش غادي يتصلوا بهم بهاد الشركات هادو، ويعني الطلبات راه ممكن الإنسان يقدم طلبات من الآن إلى غاية يعني سبتمبر ديال 2022. يعني طلبات الإنسان يقدر يدفع الطلبات لهاد الشركات هادو على العناوين اللي غادي نخليهم لكم، يعني الايميلات ديالهم غادي نخلي لكم الايميلات. هما تقريبا شكل ديال اجنسيات يعني تيبحثوا الناس العمل. بطبيعه الحال كاينه شروط خاصها توفر فيها الناس هادو يعني اللي غادي يبغيو يخدموا في هاد المجالات هادي كما قلت لكم ديال السياحه. وحتى الناس يعني اللي عندهم الاوس ولا الممرضات كذلك تما ممكن انهم يدفعوا الطلبات ديالهم لهاد الشركات هادو. ومن بين المتطلبات اللي خاصها توفر في هاد الناس هادو اللي غيخدموا مع هاد الشركات هادو، خاص تكون عندك واحد الشهاده ديال الدراسه بطبيعة الحال، وتكون عندك شي لغه اجنبيه ولو يعني المستوى يعني بي اون مثلا في الانجليزيه ولا حتى اللغه الالمانيه اللي عندك ولا حتى الفرنسيه المستوى بي اون ولا ادوي كذلك في اللغه الفرنسيه. ممكن ان الانسان يدفع الطلب ديالو لهاد الشركات هادو على هاد العنوان ديال هاد البريد الالكتروني اللي تتشوفوه معايا هنايا في الصوره، او ممكن عن طريق النموذج اللي غادي تلقاوه موجود يعني في الموقع ديال الشركه على الويب اللي غادي نخليه لكم وغادي تشوفوه حتى هو كذلك. ممكن انكم تدخلوا ليه وتقدموا يعني الطلب ديالكم وترشحوا لهاد العمل هذا كفنانين او دي جي او كذلك الرقص او كذلك